حاجة كيما في الخريف، ها كيما في الخريف كاين اللي يديروا البطاين تاع الغرس، كاين التمر واش ديروا له؟ البطاين ها بكري حاشا كنا قطعوا القرص ايوا ننشروا فوق الجريد، كعود ما شواقر نديروا الجريد وننشروا فوقه. الشكاوي الشكوى هاي عاد تقديم نحشيها، نديروها بطانها نحشوها بيدينا، نحشو فيها بكري ما كانش البادن، نحشو حاشاك في القرب والشكوى هذه الحاجة باش واش تخدمونها حتى تولي شكوى؟ نهرسوا لها الدباقة حاشا وشك والعرعار وقلوه هو يطيب ويبرد شوي يعود يتعمل، وحنا الجلد ها نملحوه الساعة هو جلد كي نسلوه صوف ولا شعر نسلوه ونظفوه نملحوه يعطي نقولوا نهارين وثلاثة هو في الملح هكاك، ومن بعد نهرسوا العرعار والدباقة ونديروه في الماء يفيضوه هو يبرد شوي وحنا نلوحوه في الجلد هذاك على نهارين ثلاثة وحركي كسليه وكسليه في الدباقة كسليه هو يا حمار نعرفوه حمار وإحنا حاشاك نربطوه نديرو له عود ونربطوه نديرو له رباط نديرو شكوى نخدم فيه البن نديروها كل هذه الشكوى ندبقوها هاي طابت شكوتك أدبقيها دبقت أربطيها ندير لها عود هاك في القاحة ونربطوها نديرو ندير لها عراها ونديرو لها ونعلقوه كي طيب ونعود نخدم البن نعلقوه في الحمارة ونمخذوها هي الطيب النحو الزبدة والبن هذه كي تشوف ونقولوها هذه الشكوى تاع البن وتاع الماء وتاع الماء القربة تاع الماء القربة تاع الماء ثاني بالدباقة والعرعار ندبقوها القربة نقلو لها ثاني بالدباقة والعرعار هو يعود ملي يتلذذ ما يعودش حامي بما تحرق شو حنا نديرو فيها ونحطوها نفرشو لها حاجة كرماد القربة ونحطها فوقها نهارين ثلاثة ونروحوا نحكوها ونكسلوها ونكسلوها ونحكوها طيب يقولوا هاي طابت بعد كي نمطوها من ذاك العرعار والدباقة نشروا لها القطران حشوشك قطروها ديروا لها القطر الوسطى ونزيد نحطوها ثاني ربع أيام ولا خمسة في القطران ومولاتها تعطي تعطي وتروح تحككها وتكسلها هينا نقلباك نعرفوها طابت عشان تمشي في العرعار وإحنا ديك الساعة نربطوها زيدو ندير لها كل شكوى نربطها مقاحة وندير لها عراها وندير لها رباط ونعود نزقوها نهارين ثلاثة نزقوها ونبزعوها نزقوها ونبزعوها تعود تشرب تعود بنينة هذه هي القربة كاينة قربة نقول لها القرعة ندبقوها كي ما فيهاش الشعر ندبقوها كل شكوى ديرها وسط الدباقة والعرار كان اللي تعود بشعرها كبوا لها الدباقة والعرار وفرشوا لها الرماد ونحطوها نهارين ثلاثة روحي حكيها وكسليها حكيها وكسليها طيب يشروا لنا الرجال القطران وقطروها نعود نزقوا ونبزعوا نزقوا ونبزعوا انت طياب نعود نشربوا فيها كل بيدينا يا وليدي نرجع دوك البطانه تاع الغرس اه نرجع البطانه تاع الغرس الغرس التمر كي تحطوه فوق الجريد هي ومن بعد واش ها كي نحطوه يوقف في الجريد نحشوه قلت لك في القرب في الشكاوي في نديروه في طاين نديروه طاين بكري ما كان لا بادن نحشوه حشيان في الشكاوي دو ونعود في وقت الماكله كي نتخاصو ناخذ كي نخرجوا للاستعدامه انا نخرجوا قا جهد واش ناكلوا وهذاك نخزنوه كاينين عندنا احبابنا ثم نحل عندهم الديار نحطوا عندهم خلوا عندهم شو نديروا في القرب نديروا في الشكاوي نديروا في حاجات في المزاود بكري الدقيق نديروا في المزاود ندبقوهم ثاني في بكري بالدباقة والعرعار كلش بدينا ندبقوهم ونحكوهم ونحكوهم ويطيبوا احنا يطيبوا احنا نحشو نخملوا فيهم الدقيق كلش في المزاود وفي القراير وش المزود وش الظبية؟ اه المزود هي وشي والظبية وشي الظبية الظبية حشات مزود صغير مزود صغير ولا كاينين ضبايا في الشعر جديان صغيرين كي نموتو ندبقوهم نديرهم نقولو ضبية نديرو واحدة نديرو فيها الشحمة واحدة نديرو فيها الفلفل واحدة فيها ها وكلش من يدينا وكلش ما الريحة ما كانش كلش نهرسو لك عن طيب هاي الضبية ديك فيها الفلفل هذيك فيها الطماطم هذيك فيها راهي في بلاصة البطاط هذه الطماطم تاع الوليدي لبطات كلش في المزاوي كلش بدينا نطبق بدينا ويدير فيه الحوايج كل لا لا
احكي له على العكه، اه العكه واش هي؟ العكه ثاني كي تعمل جديه ولا خريه بشعود صغير، ايوه وندبقوه ثاني بالدباقه والعرعار، ندبقوه هو يطيب وحنا نطيبوه، نديرو فيه الدهان، دهان بجد كان الدهان عندنا كلمه في الزيان، نديرو العكه هذيك نديرو فيها الدهان، ونديرو الرب والرب والدهان كيفاش تخدموه؟ الرب، ونديرو نخلطوه مع الدهان في العكه. الدهان الحاجه كيفاش تخدموه؟ اه الدهان كيفاش تخدموه؟ وش الدهان كيفاش تخدموه؟ الدهان كيف احنا خدموه؟ كنا ناخذ الشكوى ونلوحوا الزبده، ايوه ندسوها تعود ثاني في جلود، نديروها دايرين جلود فيسيان تاع دهان تاع زبده، نلموا الزبده ولا في برمه تاع طين بكري خي طين ثاني، برمه كبيره نلمي فيها الدهان، هي تعود بهزه نقولوا 3 كيلو 4 كيلو، حنا نذوبوهم ننصبوهم نذوبوهم يذوبوا، ونديروا لهم الحرش، نديروا شويه حرش نفتلوا بميها ونلوحوا في البرمه هذيك تاع الدهان باش يجي صافي زي يصفى ذاك الدهان، نفرقوه في هذيك التشيشه نقولها تشيش الدوابه، ناكلوها ها طايبه في الدهان، والدهان نحطوه يبرد ونديروا في العكه زبده تاع اللبن كنحوها، الا مدوه قلت لك تعود بهزه نذوبوها اليوم عاد ذوب، نقولوا دهان الشتاء ما دهان الربيع ما يخلطش على دهان الشتاء، اليوم قدوه الربيع نذوبوا الدهان تاع الشتاء نديروه وحده وتاع الربيع وحده، دهان الربيع ما يخلطش على الشتاء، نذوبوه ونديروه في العكه ونخلطوه بالرب، تعود العكه كي تحلها تضرب بالريحه تقلي، ناكلوا بيه نزوزوا بيه بكري حتى الزيت قليل. واش عندنا لا الدهان طيب ومن غير بالدهان؟ اه طيب ومن غير بالدهان؟ شو هو؟ قلت لك طيبوا بالدهان. طيبوا بالدهان كلش بالدهان كلش بالدهان، بربوشه نديروا المسلوق بالدهان، نديروا الرفيس بالدهان، نديروا الزريقه بالدهان، كلش عندنا لا الدهان، الزيت هذا قليل عندناش، كلش بالدهان وليدي. ليلى مولد بي وفرح قلبي وصلت على النبي، ايش مولدنا فرحوا، لا لا يمينا خديك نور طالعت النجمة زاد الرسول، دعوة الخير وكل كبير وصغير اللي يخدم في خدمة ربي يبارك له فيها، واللي قصد باب ربي يفتحوا له وليداتنا وليدات المؤمنين وكل حباب ربي، واللي يمل في يمل اللي ربي يوصلوا ليه، وليداتي كبير وصغير الله يسمح لأمتي محمد وكل اللي يمل في يمل وبوصلوا ليه، اللي يقرأ ربي يفتح عليه، هذه نقولها لوليداتي.